طيب خلينا برضو نروح نبارك لأحد واحد من الأهلاوية الكبار أيضا ومن الفنانين الكبار، النجم الكبير محمد لطفي. يا أستاذنا، السلام عليكم، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي، ألف ازيك يا كابتن مبروك. اسلام؟ ازاي الصحة؟ ازيكم يا كباتن؟ ازيك يا كابتن؟ مساء الفل، مساء فنان. الفل يا فنان. كابتن برضه كان بيطلع ما هو كابتن برضه رياضة. يعني هو على فكرة الأفلام. برضه رياضي قديم يعني. طبعا طبعا نجم كبير. نعتبرك كابتن بقى عشان احنا متعودين على كابتن مش يا فنان. وحشنا جدا طبعا. وألف مبروك يا حبيبي. ألف مبروك للنادي الأهلي، و يعني فرحتونا، ومستوى متقدم جدا، والمرة ال 11، ويا رب ما يغيبش عندنا سنة زي السنة المرة اللي فاتت بس. وإن شاء الله دايما موفقين، وأنا بحييكم. والماتش كان حلو جدا. اتفرجت على الماتش؟ طبعا اتفرجت على الماتش، والحكم الكوميدي. ما عجبكش الحكم؟ ها؟ لا لا ابيض، انا هو سلانا يعني، خلانا متسليين بس هو زعصبنا. نعم. مش فاهم هو كان بيعمل ايه، بس يعني الحمد لله هم عملوا مجهود على المدرب الجديد، وقدروا يعني اختيار موفق من مجلس الاداره. تحياتي لمجلس اداره النادي الاهلي كلهم جميعا، ويعني انا احييكم. طبعا انا مبسوط جدا كان النادي بتاعي ان ياخد. تحب كابتن خطيب؟ يعني بتحب كابتن خطيب؟ سلام. يا سلام، ده كابتن خطيب هو اللي علمنا كلنا كرديين يعني ايه الاخلاق، ويعني ايه المهارات، ويعني ايه الذوق، ويعني ايه كل حاجه. ربنا يوفقه دايما، وهو قدوه لينا كلنا. بتمنى له دايما التوفيق يا رب. شفت يعني احسن لعيب يعني في الماتش شفت مين؟ والله كلهم كويسين، والله مش واحد كلهم بس. كويسين. كلهم كويسين يعني، كلهم عملوا مجهودهم. برضه الاهلاويه دبلوماسيه يعني، عارف، برضه ما تعرفش تاخد منهم حاجه. وقت يعني الفرحه كله بيبقى كل وقت الفرحه يقول لك كله. لاعب نادي الاهلي او اي لاعب اي نادي في مصر بيمثل مصر في دوره افريقيه مثلا، دوره، لا دوره بحر المتوسط، فده بيبقى يعني كلنا معايا. ما بتفرقش ساعتها بقى اهلي، زمالك، مين، مصر، كلهم بيتساووا في اللحظات اللي زي دي. بالاضافه بقى الى ان لما يكون كمان النادي بتاع المشجع هو اللي بيلعب بيبقى ازيد شويه يعني، بيبقوا حالتين مع بعض في تشجيع الانديه المصريه في الدورات الدوليه يعني. لو عندك مشهد وعندك ماتش للاهلي، بتسيب المشهد تعمل الماتش الاهلي، ولا بتكمل بروفتك وبعد كده تتفرج على الماتش بالليل؟ اسيب المشهد واجري ورا الحكم اشده من يعني انت الحكم ده كنت لازم تبقى انت موجود في الملعب عشان تمسكه كده. حاجه زي ده ما ينفعش يبقى معاه صفاره، لازم تخبيها منه. يا نجم شرفتنا ونورتنا، وسعداء جدا بوجودك معانا. شكرا جزيلا، والف مبروك عليك. مبروك، الف مبروك، ودايما يا رب بالنجاح، ومفرحينا على طول ورافعين اسم مصر. متشكرين جدا يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير استاذ محمد لطفي.